اول حاجه خدينا اننا قبل من كانت عندنا واحد الكوفيد اللي هي كوفيد 19 فيروس قبل منها تعلمنا باش نغلقوا، ولكن ملي تعلمنا على الافتتاح اول حاجه درنا جينا عقمنا المحل، يعني غسلناه نقيناه وجدنا المسائل ديال التعقيم، الميزان الحراره، يعني جميع الاحتياطات الاحترازيه تاخذنا بها. اول ما كيدخل المرشح مع الباب اول حاجه كيعقم الارجل ديالو، ومن بعد كنعطيه التعقيم اللي كيعقم به اليد ديالو مع واحد الكلينكس اللي كيمسح بيدو، وكيدخل المكان اللي هو مخصص ليه على حسب المسافه اللي معطيه من الوزاره او الوكاله السلامه الطرقيه اللي هي ديال مترو مترو ونص ما بين كل مرشح. وهذا هو اللي كاين عندنا في المسائل ديال الوسائل ديال الاحترازيه. وغادي نقولوا الحمد لله، لان كانت الحركه في الاول قبل من تكون هاد الاحتراد الكوفيد هذا كانت حركه غدا مزيانه الحمد لله، ولكن من بعد الكوفيد تقلصات واحد شويه ونقص، لان كاين الناس اللي متخوفين من هاد المرض ما بقاش كيجيو بزاف، وهذا حنا كنحسوا به ضرر الارباب ديال سيارة التعليم. بالنسبه للقطاع ما كان حتى شي دعم، كان الدعم يلاه عند الناس اللي مسجلين في لاسينيسيس اللي هما العمال اللي خداو دعم ديال لاسينيسيس ديال 2000 درهم. اما بالنسبه للارباب ديال سيارة التعليم ما كان حتى شي دعم من الوزاره او لا من الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه. وكنطلبوا من الله يشكروا ليه ان يترفع بهذا القطاع هذا، وتشوف الوزاره والوكاله من نظر اليه. هذا اللي كاين. اما بالنسبه للامتحانات كدوز، ان اللي كيستحق شي امتحان ديالو اللي كيستحق النجاح راه كياخذو، واللي ما كيستحقش راه كيرسب، وكتعمل على العمل الجيد وكتاخذ نتيجه جيده.